والعجب الذي يشير إليه رحمه الله تعالى أن الإنسان ينظر إلى شيء قد لا يستطيع الوصول إليه أصلا، ويتعلق قلبه بشيء قد لا يصل إليه، كالذي يشتهي الطعام ويبقى يتخيل في مخيلته ذلك الطعام، كيف صورة ذلك الطعام وما طعم ذلك الطعام وما لونه وما ريحه، ويبقى في نفسه لكن ما يذوق منه شيء. هكذا حال الناظر إلى ما لا يحل له وما لم يحله الله سبحانه وتعالى له. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فلا أنت تصبر عن كله ولا أنت تصبر عن بعضه، لكن متى ما أطلقت زال ذلك الصبر عنك، حتى ما يستطيع الإنسان أن يصبر وتصلح له عادة، نسأل الله السلام والعافية. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه، تنظر إلى شيء لا تستطيع أن تصل إليه ولا أنت قادر عليه. قال: فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد، فهو منفي عن الكل، وبالتالي نفي عن كل تلك الآحاد. فإذا هو لم يصل إلى جميع النساء فلا هو يصل إلى هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه، من باب الأولى. وكم ممن أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا، يتشحط يعني يتمرغ في الدم ويضطرب بسبب الجراحات التي فيه، فيتشحط بدمه قتيلا. يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل. وقال: من للسلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا. الطلل ما بقي من آثار الديار، هذا هو الطلل، ثم أطلال، هذا ما بقي من آثار الديار. كن دار يعني قد تكون مهجورة مثلا، أو حتى ما تكون مهجورة قد تكون قد تركت تلك الدار أو نحو ذلك، فهي ما بقي من آثار الديار. فهو قد مل السلامة فاقتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، فهو ينظر إلى ما يظنه جميلا من ذلك الطلل الذي يرسل لحظاته فيه، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا، ما يلبث إلا أن يتشحط في دمه. ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكان من قلب الناظر. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.